القاهرة. لقاء التشاور اليوم هو لقاء ذو أهمية عالية، قام فيه مجلس الوزراء من عدة أيام على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية والمالية يهدف من خلالها لكيفية الحفاظ على قيمة العملة اليمنية، وبالتالي مجموعة من الإجراءات هي ترتبط لدرجة عالية مع الغرفة التجارية والتجار في القطاع الخاص. ارتأت الحكومة ومجموعة من الوزارات ذات الاختصاص أن يكون لقاء التشاور اليوم في داخل القاهرة إلى وضع عدد من الآليات التي من خلالها يتم الحفاظ على قيمة العملة، ولعل من أهم النقاط الخدمية التي أساساً ترتبط بالعملة هي النفط وكيفية استيراده إلى تعطية الخدمة للمواطن. هذا الاتجاه يأخذ عملة بنسبة كبيرة كونه تم تحرير النفط للتجار وأن تقوم باستيرادة التجار القطاع الخاص، وبالتالي الطلب على العملة إضافة إلى ما تقوم فيه الجماعات الحوثية من انتهاك للكتلة النقدية المحلية عندما أخذت أكثر من 380 مليار هي في البنك المركزي وأخذت العملة الصعبة التي تفوق عن 5 مليار دولار. الأمر في الوقت الحالي نظرا للهزائم المتتالية للحوثيين من قبل الحكومة الشرعية ومساندة التحالف لها اتجهوا إلى حرب أخرى، هذه الحرب هي كيفية وجود أو نقلها إلى المناطق المحررة.